اليوم مباراة كيف سبقت وذكر كانت ماشي في واحد مستوى كبير بحكم توقف والعودة التنافسية مأثرة على الجو العام، المردودية العامة ديال 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 بجوج الفرق بجوج، لا سيما من الجانب التقني والبدني. على كل حال اليوم شنا واحد التخوف، لأن التفارق ما باغي نهزم اليوم، كانت واحد الحذر كثير، ما كانت واحد الجرأة يعني في الحملات الهجومية، هي اللي خلات مباراة متوسطة. وكندير أن إلى حدود الدقيقة 87 فالمباراة كانت تتميل 0-0، أكيد أن غادي تنتهي إلا لا كانت شي كرة ولا شي مرتد ولا شي كرة ثابتة ممكن في الدقائق الأخيرة تعطي تميل الكفة الفارق على الآخر. شوف حنا ظروف صعبة كنعيشو، يعني العالم كله كيعيش ظروف صعبة، لأن شاهدنا مباريات في الدوري الأوروبي وماشي بداك الشيء اللي اعتادينا عليه، فكناخذوا العذر للفريقين صراحة، لأن الظرف ماشي ساهل، اللاعب ولا نفسانيا متأثر يعني كل يوميا كيدير لي تيست، والتخوف من الإصابة هذا كيخلي حتى التركيز ديال اللاعبين ماشي ما حاضرش بداك الشيء القوة. على كل حال هذا الموسم نبغيو نهيوه، واللي فاز نهنئوه، ونتمنى إن شاء الله أن هاد الوباء هذا صراحة يرفعوا الله علينا باش ترجع الأجواء اللي احنا كنعرفوها وكنخليونا أننا نشتغلوا باستمرار باش يكون الإيقاع مرتاح. وفريق الرجاء فريق متمرس، يعني المواعيد الكبيرة كيكون حاضر فيها بقوة، يعني أسابيع على كتفصلنا على المباراة ديال النصف النهائي. فريق الزمالك شاهدتو مرة صراحة ماشي داك المستوى الكبير صراحة، نتمنى ما يكونش في أحسن أحواله وفريق الرجاء يكون يفوز بالدوري، يخلي المعنويات ترتفع باش يحاول يمشي للمباراة النهائية ولما لا يفوز باللقب. شكرا.